دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط شاركت امبارح بالنيابة عن الرئيس السيسي في جلسة نقاشية بالفيديو كونفرنس بعنوان تغيير واجهة السياحة والسفر الدولي، وده في ختام الدورة الثالثة من منتدى باريس للسلام. استعرضت الدكتور هالة السعيد خلال الجلسة التجربة المصرية لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية، وده باعتبار تجربة مصر نموذج يحتذى به مع الإجراءات الاستباقية والمرنة اللي قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات كورونا وتأثيرها على قطاعات الاقتصاد المصري وخصوصا قطاع السياحة.